الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا يكرم عشرات الطلبة المتفوقين في امتحانات الفصل الثاني من السنة الجامعية 2019-2020، ويودع الممنوحين من الحاصلين على بكالوريا 2020 ومن مؤسسات التعليم العالي. وهذا الحفل والحفل التاسع عشر في تاريخ الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا. طبعا الهدف من هذا الحفل هو تكريم المتفوقين سواء كانوا في مرحلة الباكالوريا وتحفيزهم على الجهد الذي بذلوا أثناء الدراسة السنوية، كذلك خريجي في الكليات التابعة للتعليم العالي والمعاهد التعليم العالي بما في الكليات الأربعة والمعاهد الأربعة وجامعة العيون الإسلامية وكذلك معهد لزد دروسهم. يقول مشاركون في تنظيم الاحتفالية إن من بين دواعيها غياب أنشطة مماثلة من المؤسسات التعليمية في البلاد، ويحثون الحكومة على توفير منح دراسية للطلاب إلى دول غير معهودة. ظل غياب تنظيم من طرف المؤسسات وتشجيعا للطلاب المتفوقين في باكالوريا في جامعات مؤسسات التعليم العالي في البلد، وراجين عنه يعود يجبروا اعتناء رسمي ودعم غير محدود، يوفروا لهم منح خارجيه للدول غير المعهوده اياك ليساعدهم في مواصله هذا الدرب وفي مواصله تحقيق اهدافهم وطموحاتهم. المستفيدون من التكريم لا يخفون دوره التحفيزي لصالحهم ولصالح عموم الطلاب من اجل البحث عن التفوق. دفع قفزة نوعية في التحفيز وفي دفع التلاميذ ودفع الطلبة عموما في جميع المستويات سواء على مستويات البكالوريا على مستويات الكليات والجامعات للبحث الى البحث عن التفوق وعن الجدارة. مسرورة حقيقة بالحصول على هذه الجائزة ولكوني من بين الأفضل، فخر كبير لي أن أكون هنا. المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات معهد جيد وفيه استطعت الحصول على مؤهلات ومعارف، وزيادة على ذلك أن أكون من بين الأفضل، شيء كبير بالنسبة لي، جد فخورة بنفسي. وتنتظر موريتانيا افتتاح العام الدراسي الجديد في 16 من الشهر الجاري، حيث ستستقبل مؤسسات التعليم العالي الآلاف من الحاصلين على الباكالوريا لهذه السنة وسط علامات استفهام حول قدرتها على استيعابهم، رغم أن المئات من الناجحين يذهبون إلى دول الجوار. فالمغرب مثلا أعلن مؤخرا عن استقباله ما يقارب 400 طالب موريتاني كل سنة.